عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في خير سواء باك باش نعمل اليوم درس التعامد في الفضاء بالنسبة لجماعة نوفي ماني. دونك هنا عندنا 6 قواعد لازمنا مش نحفظوهم اما لازمنا نفهموهم. دونك القاعدة الأولى تقول مستقيم عمودي على مستوي في نقطة هو مستقيم عمودي على كل مستقيمات هذا المستوي المرة من هذه النقطة. دونك شو معناها؟ دونك هنا باش ناخدو هذا مستوي، دونك هذا هو بلان تقول. دونك هذا كي تحب تخلو اكثر احسبوه مثلا على فكره هنا الدرس تاع اليوم لازم برشا ايماجيناسيون، دونك برشا خيال. وهنا احسبوه زي بلاتو باغ اكزومبل، دونك هذاك هو البلان تاعنا اللي هو ذاك هو المستوي تاعنا. دونك هنا باش ناخذ توا قلنا مستقيم اللي هو باش يكون عمود عليه، دونك هنا باش يكون عمود عليه تسماني خفيتو بالخايب انا هنا. دونك نخو واحد اخر هكا فوالا الوغ حسب تقريبا كي باه. دونك توا هنا نجم نصور المستقيم تاعي باش يكون هكايا عمودي. دونك توا في النقطة هذي مس المستوي هذاك، دونك هنا تشوف فيه عمودي. دونك هنا يهبط طلوطلو طلوطلو ويعاود يرجع من هنا باش يكون مستقيم، دونك ما يوفاش فوالا. دونك شكون قلنا مستقيم عمودي على مستوي في نقطة هو مستقيم عمودي على كل مستقيمات هذا المستوي المرة من هذه النقطة. دونك قلنا النقطة هذيا، دونك هنا البلان نسميوه نتاعنا بي اللي هو المستوي نسميوه بي والمستقيم نسميوه دلتا والنقطة هذيك باش نسميوها باغ اكزومبل أ. دونك شنو حابين نفسرو هنا؟ دونك هنا ميهمش كيفاش ناخذو المستقيم، معناها نبداو من النقطة هذيك نفس اي مستقيم على المستوي هذاك لازم يكون، دونك لك حل هذاك ولك حل هذايا باش يكون في المستوي البي بالغوص. دونك ما يهمش كيفاش هكا ولا هكا، معناها اي مستقيم يخرج من النقطه هذيك باش يكون زاد فرد وقت عمودي على الدلتا اللي هي بالازرق. دونك هنا ما نجموش نقيسوها بطبيعه. دونك هنا هذايا مستقيم عمودي على ذاك، عمودي على هذا، عمودي على هذا، واحنا ماشيين. دونك هنا ما نجموش نقولوا ليه على خاطر بالكوس ما نجمش نحسبوها، دونك ماهوش عمودي. ليه غلط؟ على خاطر هنا في الفضاء، دونك هنا نحكيو على 3 ديمونسيون وقبل اللي في الكوس نعملوا عليها نعملوها كان في 2 ديمونسيون. فوالا دونك هذه القاعده الاولى اللي لازم نفهموها. كان فهمنا هذه نتعداو القاعدة الثانية واللي هي تقول مستقيم عمودي في نقطة على مستقيمين متقاطعتين في نفس النقطة من المستوي هو عمودي على هذا المستوي. دونك هنا باش ناخذ البلان تاعنا كالعادة ناخذو هكايا وناخذو مستقيم عمودي في نقطة، دونك هنا قلنا النقطة هنا هذا يسميه باغ اكزومبل ا نكتب لك الخير. قلنا في النقطه هذيك الا نقولوا فما زوز مستقيمين، ما يهمش كيفاش، معناها ما يهمش مش لازم يكونوا متعامدين. هنا قلنا كي باش عاد على كي باش تكون توا هنا دلتا اللي باش ناخذو توا دلتا باش تكون حسب تقريبا كيا فوالا ويخرج من لوطا كي يبدا عمودي على اللي صورناه بالأكحل المستقيم صورناه بالأكحل. دونك راهو زادا عمودي على البلان اللي هو المستوي. دونك شنو نحب نقول؟ كي يبدا عندي زوز مستقيمين، دونك هنا زوز مستقيمين، هذا مستقيم وهذا مستقيم، ونعرف المستقيمين هذوما زوز تابعين مستوي، ونعرف اللي دلتا عمودي على واحد فيهم، يكون دونك نعرف اللي باش يكون عندي دلتا عمودي على
المستوي هذاك، ولا هذا هو بالنسبة للثاني. دونك هذوما الكل علاش فسر فيهم؟ على خاطر باش يسحقوهم في التعليل في التمارين. دونك تشوفوا بعض كي عملوا تمارين، عملوا تمارين بعض، حضر تمارين باهي، دونك تشوفوا كيفاش دي اسهل من التفسير. دونك توا باش تعديوا الحاجة هذه، قال هنا مستقيمان عموديان على نفس المستوي هما متوازيان. دونك هنا قبل كنا نشوفوا هنا كنا كده عندنا مستقيم دلتا، اللي باش نسميوه دلتا، نقولوا عنا دلتا بريم عمودي على دلتا. دوك هنا دلتا بريم عمودي على دلتا، وكي يبدا عندي دلتا سكوند اللي هو كيف كيف عمودي على دلتا. دوك هنا اش نقول؟ اللي دلتا موازي ل دلتا بريم موازي لدلتا سكون. دونك هنا اللي حكينا فيها ثاني نعرفو قبل. تو هنا ما عادش نحكيو على دلتا، يعني ما عادش نحكيو على مستقيم، باش نحكيو على بلون اللي هو مستوي. دونك هنا كي يبدا عندي مستوي كيما هكا، ويبدا عندي دلتا كيما هكا، نعلم ان دلتا دونك هاني عمود على المستوي هذاك، وناخذو واحد اخر دونك مستقيم اخر اللي هو زي بالغوز، كيف كيف عمودي على البلان هذايا على المستوي هذاك. دونك هاني كيف كيف هنا، دونك نعرف اللي دونك هاني نقول زي دلتا وزي دلتا بريم، نعرف دونك اللي دلتا موازي لدلتا بريم. دونك هاني واضحة في حدا في الشكل بتاعنا، واضحة بالباهي. دونك هذه زاد سهلة فوالا. دونك توا التعديل الرابع قال هنا مستويين عمودين على نفس المستقيم هما متوازيان. دونك هنا كيف كيف الحكاية، أما باش نحكيو باش نخرجو بلون، معناها باش نخرجو المستوي بمستقيم ومستقيم بمستوي. ألوغ دونك هنا نولي باش ناخذ زوج حاجتين هكايا، هكا هكا باش ناخد طون هنايا، ألوغ ناخد مستقيم أخذ واحد هكا، حستخدم هكايا. دونك هنايا فين نحب نوريه، ورا تصويتي مش باهية برشا، أما حستخدم هكايا. ألوغ نعاود نذكرو، قلنا اللي زي مستقيم دلتا عمودي على المستوي الاول، مستقيم دلتا عمودي على المستقيم الاول على المستوي الاول، ودلتا زد عمودي على المستوي الثاني. دونك راهو المستوي الاول والثاني هما متوازيان. دونك نقطه نحكيو عليها على فكره، دونك هذه نفتح قوس صغير، النقطه هي في اكزامبل ا مستقيم اللي هي نحكيو عليها بزوز نقاط اللي هي مثلا ا بي، والمستوي هو نحكيو عليه بثلاثة نقاط اللي هو مثلا أ بي سي هكا نعملو بالضبط. وعلى فكرة بالطبيعة المستوي لازم يكون ثلاثة نقاط أو مش على استقامة واحد. نسكتو هنا القوس ونكمل نحكيو على الخامس. دونك هنا نفسخو هذا، والخامس قال من نقطة معلومة في الفضاء يمر مستقيم واحد عمودي على مستقيم معلوم. دونك هنا شو نقصد بها، كيبدا عندنا نقطة في الفضاء، هذه نحطوها نقطة في الفضاء ما يهمنيش فيها، نسميوها أ بار إكزامبل، يمر مستقيم واحد عمودي، يمر مستوي واحد عمودي على مستقيم معلوم. دونك هنا قلنا ما يهمنيش في أ النقطة هذيك كيفاش، كيف كيف زاد ميهمناش في مستقيم دلتا، ميهمناش كيفاش موجود. دونك هنا نجمو كي يبدا عندنا ا هذايا ودلتا كيا، نجمو نصنعو مستوي واحد بركة فقط يبدا عمودي على دلتا
وفي فرد وقت تنتمي للمستوي اللي حكينا عليه تو، دونك هنا باش تكون حاسس تقريبا كيف. دونك فوالا ذكي كيف لازم شوية شوية ايماجيناسيون. دونك هنا باش ترد اكثر خيال، دونك لازم نفسخها كي اش معناها. دونك شوف هنا تنتمي للمسمى هذايا باغ اكزومبل البلان هذايا هو مسمى نقولو بي داكوردو. من بعد قلنا دونك دلتا عمودي على بي هذاك زادا، ما هو راهو لازم يكون راهو وحيد. دونك هذاك كهو هذا هو بالنسبة للخامس. والسادس توا العكس، بالعكس قلنا من نقطة معلومة في الفضاء كالعادة ناخذوها باغ اكزومبل ناخذوها بي باش نتذكرو أكثر. في الفضاء يمر مستقيم واحد بركة من الفضاء هذاك باش يكون عمودي على مستوي معلوم. دونك هنا ناخذو مستوي كيما نحبو عليه هكا ناكوردو. دونك هنا فما راهو مستقيم بركة اللي هو نسميه باغ اكزومبل هكايا اوبس مش مزيان برشا. فوالا دونك هكا و هكا فوالا. دونك كي باش ناخذ مستقيم اخر هكا زي بتباع مش عمودي، باش ناخذ هكا مش عمودي. دونك هذاك علاش فما كاين مستقيم واحد وحيد اللي هو هذا اللي هما عكس. دونك هذا باش يكون هنا عمودي. دونك بهذوما ست حاجات هما نذكروا بهم اللي هما كي نفهموهم دونك نجمو نعلو بالكدا في الدروس اللي عندنا. فوالا دونك هذا هو بالنسبة للدرس نتاع التعامد في الفضاء. وكين كيما قلنا تفهموا أكثر كي نتعداو للإكزارسيس. فوالا دونك عندكم كيسيون تخينا جوست استعملوا لي كاز دي كومنتار، وما تنساوش باش بارتاجيو الفيديو هذي. تمام.